من فترة 7 سنين تقريبا صرت أشعر بوجع نصفي تقريبا بالجهة اليمنى من رأسي، فألم شديد مع يعني لا يحتمل أبدا. رحت لعند الطبيب فقال لي قد الحالة الأولى، قال قد يكون من أسنانك. رحت فحصت الأسنان حتى قلعت الحشوة، فحصت إياها الطبيب، فالحمد لله طلع ما في شيء كمان. فرديت مرة تانية قال لي إنه من عيونك، فرحت على مشفى ابن النفيس فحصت عيني، ساوي لي عملية غسيل للعين اليمنى. فأنا لما كان يجي الألم كان يصير معي احمرار بالعين اليمنى، حتى تدرف العين دمع كتير بغزارة، وما أقدر أتحمل نهائيا. حتى نوبات الألم كانت تجي تقريبا 3 مرات باليوم، بالليل كمان أحيانا أصاب بنوبتين ثلاثة، يعني هي دائما بدون انقطاع. فهون قال لي الطبيب إنه معك شقيقة ووصف لي حب. فانا يعني توقعت انه مستند على هذا الدواء انه ممكن طيب، بعدين صارحني قال لي انه هي حبوب يعني مسكنه وما لها علاج. فحتى وصلت لمرحله انه وصف لي حب فاليوم، وقال لي انه ما بتاخذ غير يعني النوبه القويه جدا بتاخذ نص حبه. فانا اول نوبه اجتني بعد ما وصف لي هذا الحب اخذت حبتين كاملين، وما يعني خففت 10% من الالم. ضليت عم عاني من هذا الالم تقريبا سنتين، واصحابي كلهم يعني حكوا لي عن الحجامه، وطبعا قريت كتاب الحجامه كمان الدواء العجيب. وبعدين بموسم الربيع بالوقت المحدد رحت لعند احد يعني اصدقائي طبيب هو، وحجمني بفضل رب العالمين من بعد الحجامه، فورا من الحجامه الاولى باليوم الاول ما اجتني ولا نوبه، اليوم الثاني نوبه خفيفه، بعدين ما عاد اجى الم نهائيا. ولا لي عده سنوات وبفضل رب العالمين ما عاد رجع الالم نهائيا. فهلا كل ما بيجي الربيع ولا يمكن يعني انه ما طبق الحجامه انه ما نفذها، خاصه انه كنت اعاني من هالالام الشديده هي، واللي مريض بالشقيقه بيعرف شو يعني شو معنى هالكلام. ها اسمي غاليه الحمد، كان معي رم تحسسي من شيء 5 سنين، حاولت اخذت اكثر من جرعه كورتيزون وما استفدت عليها، وعده مرات نقلوني بحالات اسعافيه على المشفى ما استفدت ابدا. فأحد المرات قالوا لي إني في حجامة، فرحت عملت حجامة عن جماعة، والحمد لله استفدت كتير واستغنيت عن الكورتيزون، حتى أنا عن البخاخ أنا ما عاد أخذته نهائي، وما عاد تجيني أزمات ربوية. كانت تجيني بالسنة 5 حالات وخصوصا فصل الربيع، يعني كتير تعرضت لهاي الشغلات يعني، والحمد لله. وبعدها كان جوزي كمان مريض عملوا له داء، معه مرض داء المنطقة كمان استفاد عليها. اسم محمد الغريب، العمر 48 سنة. في العام 2001 وصلت في أوجاع الطرف الأيسر الطرف الأيمن بخاصرتي، فطلعت على بيروت على مستشفى باستور بجوني، فكانت نتيجة ما قدروا يحصلوا شو المرض يعني. جيت بحالة إسعافية إلى مدينة حمص، من بيروت إلى مدينة حمص، من سوء منزل تاع حلب هون. عاد ضليت تقريبا سنه وثمانية اشهر هون، ما خليت طبيب طبعا الله يجزيهم الخير عملوا اللي عليهم يعني. ضليت تقريبا سنه وثمانية اشهر من الفرشه يعني مريض. فباحد المرات بدي شخص علي بيقول لي المفروض تعمل حجامه. انا كان ايش الحجامه صدقا ما بعرف يعني. فكنت خايف في البدايه انه موضوع حجامه وعمليه، كنت ما بعرف ايش هو موضوعها يعني بالاساس. فلما قررت قال لي خير نجيك ان شاء الله بكره الصبح. فاجوا لعندي بالفعل 2 شباب ثاني يوم واجروا لي عمليه الحجامه. بعد سنه وثمان شهور طبعا انا نايم على هالمكان هذا، ما تحركت منه ابدا صدقا. بعد ساعتين وربع انا نزلت مارست عملي بعد عمليه الحجامه، وفي عندي اصابه موجوده اذا في مجال معلش. هاي الاصابه كثير كانت هالمحلات كلها فتحت تكب عمل ودم لمدة سنة وثمان أشهر، والفضل إلى الله ثاني يوم مباشرة نهار الثالث بالضبط أحس في تسكير بالجروح لحاله، والحمد لله الله أكرمني وقلت يعني صار لي فترة الحمد لله ما نقص عملي تماما، وقطعت كل أدوية ما عدت آخذ أي دواء الحمد لله رب العالمين. فندرت انه اذا صحيح بشفى بموضوع الحجامه هو الشافي الله، وعباره عن انه سني عظيمه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فحبيت انه اتعلمها بالفعل. فتعلمتها الحمد لله وعم مارسها ومشتغل ان شاء الله تعالى لوجه الله تعالى انا وزوجتي وبنتي. زوجتي وبنتي للنساء،
أنا إن شاء الله وتعالى ما دمت حي للرجال طول ما الله سبحانه وتعالى يعطيني عافية راح نقدمه. والحمد لله مر علي كثير حالات، في عندي حالة كانت في مدينة بيروت في لبنان، شاب اسمه سركيس أسلوهي أصيب في سرطان، فهذا السرطان بالنسبة له كان إطلاق عنده. أنا على بيروت عملت له الحجامة، كان له سنة وسبعة أشهر عم ياخذ جرعات كيماوية، فرحت بالفعل لقيت إنسان كثير منفوخ هيك وزن زائد جدا، سألت شو، قال والله إنه هيك وضعه وسرطان وكذا. فالحمد لله أجريت له الحجامة، بعد 15 يوم من عملية الحجامة طلبت تحليل للموضوع، فاستغربت الأطباء إنه نهائيا ما في معه أي مرض خبيث أو وارد. والله أكرمنا الحمد لله رب العالمين، شفي تماما من هذا المرض. خليل أحمد سوار، أنا كان عم أتعالج بالنسبة للأولاد، بعد 4-5 سنين تعالجت، أحلل يطلع معي التحليل 20-18 مليون، مثلا 19 مليون، بعد مدة ما حسيت غير بعد شي 3-4 سنين حسيت في وجع، صار معي ضخم لطحال وخثرة في شريان باب الوريد الدولي في المري. دخلت المشفى مرة ومرتين وثلاثة، وكل مرة أدخل يعني أفوت على المستشفى شالت 24-25 يوم، آخر مرة قعدت بجي 28 يوم، وخرجوني وذكروا لي دواء وقعدت بالبيت. بعد ما قعدت بالبيت وقام استدعاني جاري قال لي أبو إبراهيم بدك تعمل حجامي وإن شاء الله بتفيدك الحجامي هاي، والله قلنا الانتكال على رب العالمين. عملنا الحجامي، بعد ما عملنا الحجامي وقام الله يسر الأمور، ونحن في البداية انتكلنا على رب العالمين. بعد ما عملنا الحجامي بست أشهر حسيت جسمي أنا نشيط وقوي، يعني والمرأة بعد مدي مثلا قامت قالت لي والله حساني حالي مرضاني، أخذت على الدكتور حللت حللنا لها وقامت طلعت حامل. أنا ظليت 10 سنوات ما يجيني أولاد، ظليت 10 سنوات ما يجيني أولاد، عندي بنتين وعندي ولد، وفي مدة هذول 10 سنوات ما إجالي ولد. يوم اللي حللت المرأة وطلعت حامل قام الله بعث لنا ولد الحمد لله. أنا بشكر من ساهم في الحجامي وبشكر الدكاترة اللي عم يسووا الحجامي، وبشكر الناس كل واحد بساهم في الحجامي، وفي واحد جارنا كمان عمل حجامي، بعد ما عمل الحجامي بسنة كمان إجاله ولد مثل النقطة في المصحف. وكل واحد مريض كانت كمان إجرية عم توجعني أنا، الحمد لله صرت أشوى وما في أحلى من هيك. السلام عليكم، أنا حسين الحرجاني من حرسة الأنطرة. أنا تجوزت مدة 4 سنين ما أجاني ولد، جو جماعة لعندي نصحوني انه اروح على دكتور مشان انحجم، رحت على دكتور انحجمت بمدة 4 اشهر تم الحمل والله رزقنا بولد. بشكر كل من ساهم بهالحجامة وبشكر الدكاترة كلهم. اسمي محمد بن سفرطل ابن احمد، عمري 25 سنة، كنت عسكري فرقة 14 قوة خاصة. صار اللوز يوجعوني كثير، رحت على المستشفى حتى أعمل عملية استئصال لوز. بعد التحاليل مشان أدخل على غرفة العمليات طلع معي مرض اسمه ALL. اسمه مرضي ALL
بيضاد حاد في الدم. حولوني على مستشفى تشرين في الشام، تعالجت حوالي فترة 6 شهور، جرعات كيميائية وما شابه ذلك. خلصت علاج 6 شهور، رحت على البيت، تسرحت الجيش. بعد فترة كمان شي 4-5 شهور صار عندي نكسة، انتكست، رجعت على مستشفى المواساة في الشام. 2002 حتى 2005 أنا بتعالج بهالمرض. أنا ما أظن يعني شفت إفادة مثل ما شفت إفادة للنكسة. بعد النكسة عملت الحجامة. الحجامة قبل الحجامة كان عندي وجع راس في المناطق هي هون، عملوا لي عليه بالمستشفى الله يعافيه العافية، مثل هيك شيء على الليزر هون كان يعمل لي. ما استفدت منه شيء يعني، بس مع ذلك كانوا يشتغلوا لي عليهم الجماعة. بس الحمد لله رب العالمين على الحجامة طبت من مرض راسي ومن مرض جسمي اللي هو قائل الابيضاض الحار في الدم بفضل الله. بس اللي انا حيرني يعني مثل ما بقولوا، انا ضليت اتعالج مثلا من 2001 او من 2002 حتى عام 2005 على جرعات وكذا وبتعرف يعني، وما استفدت شيء. الحمد لله على الجرعه او على الحجامه. يعني انا جربت يعني اكتشف نفسي، يعني انا عملت تحليل قبل الحجامه وتحليل بعد الحجامه، وكان عندي بعد فتره مراجعه بالمستشفى، اخذت التحليلين على المستشفى. انا ما بعرف التحاليل، فجيت للدكتور، شافوا الدكتور هي التحليل اللي مثلا تاريخه 1/2، هذا تاريخه 3/2، يعني بيناتهم 3 ايام، فرق كان واضح وصريح يعني. قلت له دكتور هيك هيك قصه يعني، عامل حجامه وهي التقريريه يعني. حتى الدكتور ما اقتنع يعني، ما صدق يعني، فرق واضح جدا يعني، يعني ممكن نقول 75% الفرق. اي أيوة، والوجع الراس اللي كان عم يجاني كثير كمان عم يقول لي في زيادة ما بعرف شو، ما استفدت. جيت عند الحجي الله يعطيه العافية، انحجمت. فكنت قبل بساعة يعني أنا كان وجع الراس ملازمني يعني، حتى وقت بدي يصلي مثلا بدي أحط مخدات 3 حتى ما ماطي الراس يعني، وجع الراس فظيع. فالحمد لله بعد انحجمت خلصت. وسألت الحجي قلت له ممكن واحد يعني فورا يطيب مثلا الحجامه تاخذ فورا مفعوله يعني، الا بعد مثلا 2-3 يومين حتى يجي الدم بقلب العروق؟ قال لي لا ممكن يعني فورا مباشره تاخذ مفعوله. والحمد لله رب العالمين. فانا عملت هيك ضربت راسي هيك يعني، ما عاد الم طويل الحمد لله رب العالمين. وهلا انتهيت من هالمشكله هي، وهلا متزوج. انا صار لي حوالي 8 شهور. الاسم احمد العلوش. انا كان معي مرض التهاب قصبات حار وضيق تنفس قوي، بالاضافه لالتهاب كبد فيروسي، وكنت اعاني كثير منه. قدرت دكاتره ورحت واخذ ادويه، ما استفيد حالات انيه بس، ويعني احيانا احسن اقوم من وراء هيك شغلات من هالمرض يعني، شد علي هيك. سمعت بعدين بالحجامة عن طريق الإعلان والدعاية والجرايد، رحت انحجمت. بعد الحجامة رحت سويت تاني نهار، سويت تحليل، الحمد لله رب العالمين كان الشفاء كامل يعني، الله شفاني بالكلية منه. والسنة اللي بعدها كمان انحجمت يعني، وما ضل مني شيء أبدا يعني هالأمراض هاي، الحمد لله رب العالمين ما ضل منا شيء ابدا. بالاضافه لانه كان معي كمان العامل الاسترالي. العامل الاسترالي كمان الله شفاني منه بالكليه. ويعني حتى احيانا هالامراض هاي تؤدي يعني انه ما احسن اتحرك. اي تشد علي هيك. ما الحمد لله رب العالمين يعني بعد الحجامه انه الله شفاني بالكليه. شفاء كامل جدا، ما في اي شيء هلا يعني. اسمي جمال يوسف، انا غالي حدث، وعاني من مرض ما بعرف شيء كنت على مرض، قالوا لي التهاب قولون بعد ما
الجد اكثر من الدكتور او اللي معك التهاب كولون. صرت اريجع اكثر من طبيب يمكن. واحد يقول لي خذ دواء، واحد يقول لي وقف الدواء، هذا بنفع وهذا ما بنفع. احط احق ادويه وعفقيه ومش عارفين وقعد التهابات. صورت حللت يطلع معه شيء التهاب كليه، واحد يقول لي ما في شيء، واحد يقول لي في شيء. صورنا على الايكو قول الكليه منتفخه كثير، رحنا على غير دكتور قول ما في شيء، هذا الدكتور ما بيعرف شيء. بدات ترد عليه خذ الدواء الفلاني. شيء سبب لي عصب بالنهايه. يعني صار معي طريقه شبه احباط. ثاني واحد في قول في شغله بالحجامه. استفدت من الادويه شلون كانت فائدتك؟ فائدتها والله كنت انا كل نهار اخذ ادويه تقريبا البريكس وحب تبع نفخه. تبع نفخه معدي قد ما بتأمل. يعني ما اعرف شو المرض معي. استفدت على الادويه انه كنت كل نهار اخذ صرت والله بالشهر من هذيك السنه يعني بالشهر لست اخذ حبه يصير. يعني استفدت فرق معي من اربع سنين. احس جسمي انه مرتاح. النتيجه يعني صرت تقريبا شبه معافي. بعد الحجامة هاي؟ الحجامة هذي بعد الحجامة فرقت معي كثير كثير. يعني كبيت الادوية تقريبا شبه كبيتها صرت ما اخذ ادوية. كنت بدي انام ما احسن انام بدي اخذ دواء تقريبا. صرت اوقف مرتاح براحتي. يعني قبل منه وصلت لمرحلة يعني ياس امشي عاصمة احس حالي وراي وصل محل شبه من اول ادوية. رجعت صورت ورجعت حللت؟ بديت حللت ردوا كمان على المهدئات هلا ما في شيء طويل الحمد لله رب العالمين شبه معافى. ورديت جيت هلا في راتي بس يبعد ما يسبب الشفاء. بتجيني نفخات هيك خفيفه الله الحمد لله رب العالمين ان شاء الله رب العالمين علي مره ثانيه انه بكون خالصين. نستمر على موضوع الحجامه ان شاء الله؟ نستمر ان شاء الله تعالى لانه لو في فائده اكثر من الادويه كثير. من سنتين كان معي شحوم كوليسترول مرتفع. مرتفع زيادة عن اللزوم، يعني عم بطلع شحوم شي 1000 1200 1500 كوليسترول فوق 300. ضلينا سنة على هالحالة على أدوية وعلى حمية. يعني فائدته ما في من 120 تقريبا. هذيك السنة نصحنا واحد من الشباب عنا إنه في جماعة بسوقوا جماعة بيستفادوا. حملنا حالنا وجينا. قبل ما نجي سوينا تحليل قبل بنهار. كان طلع شيء بحدود 1200 شحوم. بعد 3 4 ايام رجعنا حللنا تقريبا من 160 رايح، يعني طلع بحدود 400 375 400 شحوم. ورجعنا سوينا بعد شهر على الحاله. والله الكوليسترول كان تقريبا 375 نزل ل 260 خلال فتره اسبوع. هاي بعد او قبل الحجامه؟ لا بعد الحجامه، قبل كان حوالي 400 375. بعد ما سوينا صار يعني 260 265 وضلينا على شو اسمه النمط. بهالسنه رجعنا هذا اول مره عم نسوي. انا اسمي ضياء الدين حسن ابن حسن ابراهيم حسن من حلب من سوريا طبعا. أنا صار لي متزوج تقريبا شيء 3 سنين. بعد ما تزوجت بسنة ظهر علي الألم بركبي خاصة. وقبل ما أتزوج طبيعة عملي أنا بائع متجول للمكياجات والعطورات ماشي. ظهر علي ألم بركبي روماتيزم. ما تركت دكتور ما تركت أدوى أو صيدلاني أسأله عن أدوية لحتى تفيدني حتى أرتاح عليها. أفتل بالنهار على شغلي أجي على المساء أطب. يعني اتم سهران لوجه الصبح بسبب الام اجرام ماشي. بعد ما تزوجت بسنه عرضت علي الحجامه. انا ما كنت بعرف ايش هي عرفت علي. اهل الخير واول واحد هو اخوي اللي عرض علي. يعني كان سائل عن الناس وكذا اجى حجمني فيها والحمد لله. بعد ما انحجمت تميت فتره شهر كامل. اذا قلت لك انه عايش في الجنه بشعور لا يوصف ما تصدقني صدقا. كنت كثير عم تعاني من اجريك. ايه مو بشكل يعني مو بشكل عادي. قد ما كنت اعاني منه ما احس باي شيء لا بطعم ولا شيء. يعني ركبي خاصه الحمد لله بفضل من الله وكرمه حاليا صار لي سنتين على الحجم. لا بعاني لا من الم لا من شيء لا من شيء. مرتاح. اذا قلت لك بفتره البنحجم فيها بعيش فتره شهر كان انه عايش في الجنه عم بمشي على الارض عم بمشي على ارض الجنه ما بصدقني.
من كثر ما كنت عم تقضي كشعور كشعور داخلي كشعور داخلي هذا عرفت علي؟ بسبب انه لا فيني مرض لا فيني الم لا فيني شيء في الشيء عم بفتكر بطلع شغلي وبرجع مرتاح نفسيا وجسديا عرفت علي؟ ما هو يعني انه بس مرض جسدي نفسي كمان لانه الجسد لما بتعب بيمرض نفسيا الحمد لله على كل حال اسمي كبر كرانيا من مواليد 58 عمري حوالي 47 سنه قبل 3 سنين شعرت بالمرض يعني رحت على الدكتور وكذا طلع مرض سكر عندي كان بتاع حوالي 250 260 يعني وصل لمرحلة 300 بعدين اعطاني ادويه وكذا وكذا يعني عدت مراحل بس يعني بدنا ناخذ يعني ناخذ الادويه بس ما كنا نستفيد شيء زياده بعدين في عندي صاحبي يعني نصحني بالحجامه وكذا هو كان في برنامج بالتلفزيون سمع عنده هالشيء نصحني أما تعرفنا مع الشخص يدعى اس ابو رامي بس السنه الماضيه ما جينا تعرفنا عليه بس كان رايح المده البدائيه يعني جينا متاخرين ثالث جلسه جينا يعني سوينا مره واحد بس حجامه والحمد لله استفدنا بتوعد السنه الماضيه انه هالسنه يبدا بالاول الربيع يعني بالجلسه الاولى بعدين ثاني وثالثه حتى نستفيد باذن الله بقى اليوم جينا سوينا اول جلسه وان شاء الله نستفيد توعدنا معه الشهر الجاي كمان ثاني جلسه اذا بده الامر ثالث جلسه كمان حتى نشفى باذن الله كاملا يعني عن قناعتك بهالشيء ولا انا اقتنعت يعني السنه الماضيه حسب الدكاتره ناخذ الادويه وكذا وكذا يعني نجرب عده شغلات ما استفدنا غير بالحجامه ستا اسمي سركيس جورج كشيشيان الحمد لله قبل الحجامه كان عندي كريات حمراء بزياده وكوليسترول والشحوم وكذا الحمد لله هاي صار لي 3 سنين بعمل الحجامه الحمد لله يعني استفاد منه كثير يعني و هلا ما باخذ ولا ادويه ولا شيء كل سنه بوقته بعمل الحجامه ومستفيد منه 100% يعني مو انه يعني مستفيد 100% يعني الحمد لله وما عم تشعر بالم لا ولا الم ولا شيء نسبة الكريات الحمر نزلت لا نزلت عادي طبيعي الشحوم والشحوم كل شيء بس كل سنه بعمل التحليل ايوه وبعدين بعمل الحجامه بعد 3-4 ايام كمان بعمل هذا التحليلات بشوف انه كله ابراهيم علواش كان معي مرض حمض البول نسبه 8.60 بعد التحليل حللت 8.6 عن سنة عام 2000 على الضبط 2000 على الضبط شفت أحد الأصدقاء قال لي نصحني إنه أروح أنحجم وسمعت بالتلفزيون وبالجرايد إنه في حجامة قمت رحت حجمت بعد ما انحجمت رحت حللت حمض البول كان عندي 2.6 طلع 4.5 أحلى نسبة نزلت وبالنسبة للتحسس كان معي تحسس نسبة عالي درجة عالي أخذ حبات اسبرين أتحسس يصير منظري كجوكير كجوكير يعني يصير منظري كثير بشع يصير بالتحسس نسبة عالي كان معي التحسس بعد ما انحجمت الفضل لله وللرسول ما تنفيني شيء ابدا لا حمض البول نسبه حمض البول نزلت بنسبه عاديه وبالنسبه للتحسس ما تم معي شيء ابدا الفضل لله وللرسول وللحجامي وشكرا انا احمد العلي بعمل سائق على خط حلب الشام من 30 سنه صار معي ديسك بظهري تعالجت عند الدكاتره واخذت صور متعدده وأدوية وأبر كل ما أخذ أبر يصير معي تشنج بالعصب 4 أجلام لحتى يقوموني على حالي وما أحسن أتحرك أبدا سمعت بالتلفزيون وبالجرايد وبالصحف على الحجامة إن الحجامة هي مفعولة كتير مفيد
لصحة الإنسان والشافي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اللي مفيدة جدا. فرحت انحجمت لساعين هذه الحجامة بفضل الله والرسول للأسياد الكرام اللي ساعين بهذه الحجامة. انحجمت من حجمت مباشرة، قطعت الدواء نهائيا، كنت متوك من الأدوية والإبر، ما أحسن أتحرك أبدا. أنا عائشة عمري 64 سنة، يعني كان معي أمراض الضغط الكوليسترول قصور كلوي، والحمد لله على الحجامة ارتحت كثير يعني، وكل ما عملتها برتاح أكثر وأكثر، وكل سنة يعني عم بسويها أنا وعم برتاح الحمد لله. طيب حسيتي حالك على الأدوية العادية استفدتي أكثر على الحجامة؟ الحجامة أكثر بكثير، أفضل بكثير بكثير. يعني شو بنسبة فائدتك لقيتي هيك تحسن؟ شو بنسبة؟ 99% وأكثر يعني، 100% بتفرق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما برتاح لها الحجامة أبدا، بس مع الضغطي كان معي ألم مفاصل كمان، وجع ظهر وجع جرين، كله هذا الحمد لله راح عني. شيء بسيط كثير يعني بيجينا وقيته بس. والأدوية عم تستمري فيهم ولا؟ بستمر، بس نعمل الحجامة بوقف على الأدوية. توقف يعني؟ بوقف على الأدوية 7-8 أشهر أبدا خلص صحيح. أيوة. محمد من حلب. كنت أعاني من مرض الشقيقة، صداع كثير كثير يعني، أو فالحمد لله على الحجامة استقر الوضع ومشي الحال الحمد لله. أخذت شيء أدوية عادية؟ كنت والله استعمل كثير يعني مسكنات للصداع، بس كله ما كنت ألاقي له نتيجة، يعني شغلت نص ساعة أو ساعة فقط بقى. فالحمد لله يعني على الحجامة هلا صار لي 2 سنين عم بساويها الحمد لله، وارتاح عليها كثير كثير. اسمي ديبا غريب، عمري 41 سنة، سويت الحجامة من 2 سنين. أنا كنت أعاني من صدري اليسار ما فيه حليب، بس من بعد ما سويت الحجامة بيوم صار في صدري حليب، كان دورة شهرية ما تجيني، نهار واحد وتقطعني. بعد ما سويت الحجامة صارت نظامية كل شهر. وتعالجتي عند الأطباء إن شاء الله؟ تعالجت بالنسبة للدورة الشهرية، تعالجت بس ما في يعني ما أي في لا الحمد لله، لما وقت ما عملت الحجامة كل شهر وشهر.